السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة منوعات دودي. رجعنا لكم النهاردة فيديو جديد بحاجة جديدة، وعايزة أقول لكم إن الأكلة بتاعتنا النهاردة اسمها أكلة الغلابة. يعني إيه أكلة الغلابة؟ أنا كنت دايما زمان وأنا صغيرة كانت والدتي تقول لي في أكلة اسمها أكلة الغلابة، فلما عملتها لنا هي أكلة بسيطة جدا جدا جدا. هتشوفوها دلوقتي معايا، وطعمها جميل جدا، بس هي المكونات بتاعتها يعني زي ما انتم شايفين اهوت، حاجتها بسيطه ماهاش كتيره ولا اي حاجه، بطاطس طبعا وحاجات زي ما انتم شايفين اهو. تعالوا مع بعض نقول المقادير، بس قبل ما نقول المقادير بتاعت الاكله بتاعتنا النهارده، عاوزاكم تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، دايما اللي بقوله مفيش حد بيحط اللايك ده خالص خالص. فالحمد لله. بصوا بقى، انا هقول لكم المقادير النهارده بتاعتنا. المقادير بتاعتنا طبعا بطاطس على حسب افراد العيله بتاعتكم. شوف انت بتعملي عندك بطاطس قد ايه، نص كيلو كيلو ازيد اقل حسب رغبتك. انت معايا بصلتين متقطعين كده زي ما انتم شايفين، معايا 3 فصوص ثوم، طبعا الثوم بتاعي متقطع زي ما انتم شايفين طرنشات صغيره كده. ومعايا بقى هنا، بصوا بقى التشكيله بتاعت التوابل دي، هي دي التشكيله اللي انا بشتغل بيها، وهي كمان ديت بتاعت الوصفه بتاعتنا النهارده، وصفه جميله جدا جدا جدا، مش هتبطلوا انكم تعملوها. معايا جنزبيل، معايا ملح، معايا نعناع، معايا قرفه، معايا بابريكا، معايا فلفل اسود، معايا كركم، طبعا الجنزبيل والكركم انا قلت لكم ما بستغناش عنه في اي طبخ، ومعايا كمان كمون. تعالوا بقى نشوف مع بعض الحاجه بتاعتنا الباقيه ايه. ومعايا كمان صلصه، ومعايا زيت، ومعايا بيض. بس يا ترى البيض ده هيتحط في قلب الصينيه ولا هيتعمل في ايه؟ دوت اللي هنشوفه طبعا دلوقتي، وهنعرف البيض دوت هيتعمل بايه. طبعا محدش لسه عارف. تعالوا بقى مع بعض نقول بسم الله وننزل بالمكونات بتاعتنا حاجه حاجه كده. معايا البصل اهوت، طبعا ده البصل والثوم بتاعي انا مقطعاه جوانح او طرنشات يعني حسب برضو ما انت عاوزه. وكمان دلوقتي هننزل كده بقى بالتوابل بتاعتنا الجميله، الخلطه الجباره ديت اهي. عايزه اقول لكم ان القرفه والنعناع في صينيه البطاطس ممتازه جدا، جربوها ومتوش هتندموا باذن الله. ومعايا طبعا الزيت بتاعي اهو. وهبدأ بقى دلوقتي كده ان انا اقلب كل الحاجات الحلوة دي كده ببعضها اهي. خلاص كده، دي كده خلاص. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي احنا هنحط الصلصه بتاعتنا. بس يا ترى برضو عاوزه اقول لكم عشان ما حيركوش معايا، البيض هيتحط امتى؟ البيض احنا هنحطه ولا اقول لكم اسيبكم شويه ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم عارفين ان الصلصه بتبقى عاوزه تدوب الاول قبل ما ننزلها على البطاطس او على اي حاجه احنا هنعملها. طبعا انا استعملت هنا ميه دافيانه علشان خاطر يعني مولع عليها على النار وكده تقوم تغلي على طول. بصوا بقى، انا عاوزه اقول لكم ان انا زودت هنا كوبايتين ميه بالظبط على كميه البطاطس بتاعته. طبعا انت طبعا هتختلف طبعا من الكميه بتاعتي او بتاعتك، طبعا كل واحد بيعمل بكميه يعني غير التاني وكده. فانا عايزه اقول لكم ان انا هنا زودت كوبايتين ميه بعد ما حطيت الصلصه بتاعتي. هبتدي بقى اولع عليها النار. زي ما انتم شايفين كده اهو، وهسيبها بقى تغلي
وبعد ما هتغلي هنشوف البيض بتاعنا احنا هنعمل فيه ايه وهنحطه ازاي معاها. واستنوني هرجع لكم تاني باذن الله بعد ما البطاطس بتاعتي تغلي. وزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي حبايب قلبي دلوقتي الصينيه بتاعت البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين دلوقتي خلاص بقت نص سوا، يعني البطاطس بتاعتي بصوا بدات طبعا في السوا بتاعها خلاص. هبدا بقى دلوقتي بقى نجيب البيض بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. انا طبعا يعني عشان بس وقت الفيديو كسرت كل البيض جوه زي ما انتم شايفين اهوت. هبدا بقى ان انا كده يعني ايه اربه جامد جامد جدا، يعني كاني بالظبط هحمر بيض شايفين اهو. طبعا اللي انا بعمله كده انا عاوزه بس اكسر الصفار خالص ميبقاش في عندي صفار سليم اهو. طبعا بقى انت البيض بتاعك انت بتحطيه بحسب الافراد بتوعك، عايزه تحطي بتنزلي يعني تحطي البيض بتاعك زي ما هو كده بيضه بيضه عادي مفيش اي مشاكل. انا ساعات برضو بعملها كده شايفين. طبعا ربيته جامد اهو. هبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقول ايه شايفين بقى الطريقه دي. محدش يقول لي ده هي كده باظت او هي كده مش عارفه ايه. بصوا منتهى الجمال اللي في الدنيا شايفين عامله ازاي. حاجه كده فوق الوصف وفوق الخيال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا طبعا هعلي عليها النار شويه هتستوي بقى خالص، والبيض اللي انتوا شايفينه فوق الوش ده كله كل دوت هيستوي معايا. وبعد كده هنزلها الشوايه بقى تاخد وش من فوق واقدمها لكم ونشوف هتبقى عامله ازاي في الاخر. استنوني هنرجع تاني. ايه رايكم بقى في الوصفه بتاعت النهارده؟ طبعا يعني زي ما انتم شايفين حاجه جميله جدا اهو. شايفين عامله ازاي؟ شايفين البيض بقى عامل ازاي؟ لو انتم لاحظتوا من هنا كده هتلاقوها بقت علك اهي، بس عشان البخار اللي بيطلع وكده فمهاش باين. شايفين عيله ازاي كله؟ طبعا دي بقت طبقه بيض من فوق الوش. طبعا دي بقى انت تقطعيها حسب الافراد بتاعك بتوع العيله. كل قطعه طبعا كل واحد هياخدها هتبقى عليها قطعه بيض من فوق وهيبقى عليها فيها بطاطس من تحت. يعني بصوا جميله جدا جدا جدا، تقدري تقدميها مع رز بشعريه، رز ابيض، شويه سلطه، شويه حاجه حادقه. بصوا اكله ماشيه في كل حاجه جميله جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. وكمان عاوزه اقول لكم لو الوصفه عجبتكم اكتبوا لي في تعليق انها عجبتكم علشان اقول لكم على حاجات تانية برضو جايز لعل وعسى. شايفين كده حبايب قلبي كده خلاص بعد ما خلصت شايفين عامله ازاي. طبعا انا لسه مطلعاها دلوقتي من قلب الفرن، اديتها كده وش على طول تحت الشوايه. شايفين بقت عامله ازاي. عايزه كمان اوريكم بصوا البيض شايفين الرقه بتاعته قد ايه. شايفين كل دوت بيض. طبعا البطاطس تحت. بصوا بقى انا هعمل ايه. انا في الاغلب يعني بقطعها كده، انت عاوزه تقطعيها غيري براحتك، بس بصوا انا هقطعها لكم ازاي. انا هعملها كده اهي. هي طبعا اوريدي يعني البطاطس بتاعتنا كده كده حتى لو احنا هنغرفها حتى وملناش حاطين عليها اي حاجه بتتكسر وانت بتغرفي. شايفين انا بس عاوزه اوريكم الشكل بتاعها في الاخر هيبقى عامل ازاي. يعني ما شاء الله جميله جدا 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 جدا. طبعا هي سخنه فانا مش عارفه امسك الصينيه عشان هي ايه لسه سخنة. يعني المفروض على فكرة تتقطع بعد ما تبرد. حتة بطاطس هاخدها.
ودي وصفة النهاردة ليكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين؟ شايفين البيض داخل طبعا في قلب البطاطس من جوه. اتمنى يكون الفيديو بتاع عجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع السلامة.